أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وبجل وعظم وأنعم عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا بهم وعنا معهم وعنا من أجلهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مدد يا رب مدد بلا حصر ولا عدد من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا بما أمددت به رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم لا تقطع عنا مددك، ولا تمنع عنا رفدك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تقطعنا عنك بقاطع، ولا تمنعنا عنك بمانع، ولا تحل بيننا وبينك بحائل، ولا تشغلنا عنك بشاغل. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نقرأ في كتاب شرح الحكم العطائية للشيخ الشرقاوي. قال الإمام المصنف ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه وعن الشارح وعن علماء المسلمين أجمعين، وعنا بهم وعنا معهم وعنا من أجلهم يا رب العالمين، آمين. لا ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك، فكيف يرفع غيره ما كان هو له واضعا؟ ومن لا من لا من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه، فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعا؟ طيب، لا ترفعن إلى غيره حاجة، يعني ما تسألش حد تاني أي حاجة غير الله، سل الله، هو موردها عليك، الله موردها عليك، أورد هذه الحاجات عليك، حاجة هو المولى عز وجل أوردها عليك تلك الحاجة، فجعل لك الحاجات حتى تلجأ إليه، فما تلجأش لغيره سبحانه وتعالى. فكيف يرفع غيره ما كان هو له واضعا؟ كيف يرفع غيره ما كان الله له واضعا، اللي وضعه ربنا؟ من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه، كيف يرفع غيره ما كان هو له واضعا، ما كان الله له واضعا غيره؟ ده من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه، غير الله لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه، فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعا؟ لو هو مش قادر يرفع عن نفسه الحاجة بتاعته، فكيف يرفع الحاجة عن غيره؟ ماشي رايح. ثم قال: لا ترفعن أيها المريد إلى غيره حاجة، أي فاقة أو نازلة نزلت بك، أي لا تتوجه في زوالها إلى غيره سبحانه وتعالى، وتطلب منه أن يرفعها عنك، تطلب من الغير، فإن تلك الفاقة أو النازلة هو موردها عليك، أي منزلها بك المولى عز وجل، هو اللي أنزل به أنزل هذه الحاجة والفاقة بك، فكيف يرفع غيره سبحانه وتعالى ما كان هو له واضعا، ما كان الله واضعا، أي إذ هو الغالب الذي لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى. ثاني، ثم قال: لا ترفعن أيها المريد إلى غيره حاجة، إلى غير الله تعالى، أي فاقة أو نازلة نزلت بك، أي لا تتوجه في زوالها إلى غيره سبحانه وتعالى، وتطلب منه أي من الغير أن يرفعها عنك، فإن تلك الفاقة أو النازلة هو أي المولى عز وجل موردها عليك، أي منزلها بك، منزل بك الفاقة أو الحاجة، فكيف يرفع غيره ما كان هو سبحانه وتعالى له واضعا، اللي ربنا وضعه، فاللي وضعه هو اللي بيرفع سبحانه وتعالى.
إذ هو الغالب الذي لا يغلبه شيء. رايح ضايق كده؟ ماشي. وأيضا من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه إذا نزلت به فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعا؟ أي فيستحيل ذلك لثبوت عجزه وضعفه أنه يرفع عن نفسه، يرفع عن نفسه فلا يستطيع أن يدفع عن غيره. وحاصله أن المرفوع إليه حوائج لم يتوصل إليها ولو كان ملكا. وحاصله أن المرفوع إليه حوائج لم يتوصل إليها ولو كان ملكا. ولا شك أن نفسه أحب إليه من غيره، فلو كان له قدرة على نفع غيره لنفع نفسه، فلزم عجزه عن نفع غيره. يلزم عن، لو كان مش يستطيع ينفع نفسه يبقى هو يعجز من باب أولى عن نفع غيره. إذ ما بعد العجز من عن نفع النفس عجز. ما فيش بعد نفع، بعد عجز عن نفع النفس عجز. فيكون من قلة العقل تعلقك في حاجتك بمن هو محتاج مثلك، مش قادر يدفع عن نفسه. إن الله ينزل الحاجات بالبشر كلهم، الكافر والمؤمن والإنس والجن ينزل بهم الحاجات، حتى الحيوانات يحتاج الحيوان إلى أن يأكل، إلى أن إلى أن يحفظ نفسه، ها؟ فهم متعبدون لله تعالى، ها؟ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والجن مشتركون في حمل الرسالة طبعا تبع للإنس. فهم لا، فيبتلي المولى عز وجل جميع الخلائق، ها، وخصوصا ما فيه روح بالحاجة، حتى يكون سلوكهم السليم أن يرجعون إلى الله تعالى في قضاء تلك الحوائج وإزالة تلك النوازل التي نزلت به. فمن ينحرف ويسأل غير الله خلاص ده ضل، ها، بعد عن الطريق السليم والسلوك القويم. قال الإمام ابن عطاء رضي الله عنه: إن لم تحسن ظنك به لأجل حسن وصفه فحسن ظنك به لوجود معاملته معك. فهل عودك إلا حسنا؟ وهل أسدى إليك إلا مننا؟ الله الله الله. أحسن حاجة أنك تحسن الظن بالله لوصفه سبحانه وتعالى الكريم الودود المجيد، ها، وكما سيأتي. إن لم تحسن ظنك به لأجل حسن وصفه، الله أوصافه كلها جميلة، ها، وحسنة، ها، بكمال الحسن وإطلاقه، ماشي، أي لأجل ما هو عليه من النعوت، من النعوت السنية والصفات العلية، فإن من كان متصفا بأسنى الصفات لا يصدر منه إلا الجميل. الله 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 سبحانه وتعالى. يقول الشيخ العدوي إسماعيل صادق العدوي عليه رحمة الله تعالى، يقول إيه؟ عطاؤه عطاء ومنعه عطاء. يعني ما بيمنعك من حاجة يبقى بيعطيك خلاص، بل إن المنع كما قال البعض عين العطاء، منعك، ها، لمصلحتك أنت، ها، ولما فيه الخير لك أنت. إن من الناس من حديث، يعني إن من الناس من إذا أعطاه الله ها تجبر. فالأولى بدا الفقر عدم العطاء، لأنه هيتجبر ويتكبر ويعجب خلاص. وإن من الناس من إذا منعه الله، ده إيه؟ إذا منعه الله ها هيبقى خير ليه،
ليه؟ لأنه مش هيتجبر، مش هتكبر وما إلى ذلك. وإن من الناس من إن منعه الله ها سخط وتضجر، خرج عن حد الإيه؟ الأدب مع الله تعالى. السخط ده أو السخط مذموم، والضجر مذموم، الصفات مذمومة. فربنا بيعطيه عشان إيه؟ على قد حاله كده، يفضل ماشي مستور لغاية لما يقبضه ويدخله الجنة. خلاص؟ فإن من الناس من إذا منعه الله تعالى إيه سخط وتضجر، ومنهم من إذا أعطاه الله تعالى تكبر وإيه، ومعنى الحديث يعني. فربنا بيعطي كل واحد على قدر ما ينجيه بما فيه لطف الله تعالى، ينزل معه القضاء، والقضاء ينزل معه اللطف. ماشي؟ بينزل مع كل قضاء لطف. في واحد انت تلاقيه تحس ان هو مبتلى ابتلاء شديد، ها، فانت يحزن عليك كده جدا ان ده مبتلى، يا رب ارفع عنه البلاء يا رب، وهكذا. انت ما تعرفش ربنا بيطهره ازاي ويرفعه في ايه في الدرجات بالنسبه للبلاء ده، وقد يكون هو اثناء البلاء ده على رضا تام عن اقدار الله تعالى، فيكون هو في حال اعلى منك، هو راضي بالاقدار، ها، وانت عايز تزيل عنه تلك الاقدار اللي هو راضي بيها، هو راضي خلاص كفايه. إن لم تحسن ظنك به لأجل حسن وصفه، أي لأجل ما هو عليه من النعوت السنية والصفات العلية. دايما صفات الله تعالى ونعوته ها وأفعاله أكمل ما يكون على صفة الإطلاق، مش صفة النسبية. خلاص؟ حتى لا يتخيلها النفس الإنسان، زي صفة القيومية دي لا تتخيلها أنت، إن كل ذرة في الكون وأقل من ذرة في الكون متسلط عليه قوله كن فيكون، ها، بأن يكون إيه في هذا الموضع، في هذا المكان، ها، في كل لحظة. ولو انقطع التسلط الكينونة ها لفنت الأشياء. فده لا يتخيل، فإن كل لحظة في الجدار ده يعني صعب التخيل، ممكن يحصل جنون الإنسان، إن كل ذرة في الجدار ده بتسبح وهي متسلط إليها الخطاب كوني في ذلك الجدار ذرة، ويستمر صفة الكينونة والخطاب موجه إليها إلى أن يتغير بقدر الله تعالى الخطاب ده. ماشي؟ فإن من كان متصفا بأسنى الصفات لا يصدر عنه إلا الجميل سبحانه وتعالى، فعله كله جميل، ها ها، سيما لمن ظن به الجميل، لا سيما فعله بمن ظن به الجميل، لا هيظن بالله الجميل خلاص، انا عند ظن عبدي بي، ما قالش انا عند حسن ظن عبدي بي، قال انا عند ظن عبدي بي، فلينظر احدكم بما يظن في الله تعالى، فانا عند ظن عبدي بي ها فليظن بي عبدي ما شاء، ظنيت بيه الخير هيفعل بيك خير، ظنيت بيك ان هو هيضيق عليك هيضيق عليك، انت ظن الخير كده ها كما عهدت منه سبحانه وتعالى، وفي كل حاجه خير، ها، ابشر بكل شيء. فان من كان متصفا باصنع الصفات لا يصدر منه الا الجميل، كل افعاله جميله سبحانه وتعالى. ولذلك الامام الغزالي يقول ايه؟ ليس في الامكان افضل مما كان، ها، ان كل الخلق كل ما اورده الله تعالى على الخلق هو افضل شيء لهذا الخلق، فما اورده عليك بصفه الخصوص كانسان او كمسلم او فلان بعينه ده افضل حاجه ليه، ولا الا كان هيضيع، لو يعني لعدم الاجابه مثلا، هو ما اجابش، قعدت تدعو الله تعالى في اشياء كثيره وهو لم يجبك، ده عايز يسمع دعائك اكثر من كده، اني احب ان اسمع دعاء الملائكه يقول لله تعالى، يعني يجد عبد ملح في المساله، فيقول يقول الملائكه ايه؟ يا رب ان عبدك فلان يدعوك، فيقول دعوه، فان احب ان اسمع دعاءه سبحانه وتعالى. عايز يسمع دعائك، بيحبك، ها، يبقى عدم إجابة الدعاء دي محبة،
خلاص. وكما ورد الحديث ان يوم القيامة لما يرى الناس الأدعية التي لم تجب في الدنيا للداعين، ها، يتمنوا ألا يكون قد أجيب لهم دعاء. ليه؟ لما يروا من إيه ادخار إجابة هذه الأدعية في الآخرة على درجة عالية، ماشي. فإيه عدم إجابة ده أحسن الظن إنه بيدخر لك الثواب، وإن هو وقلنا وخلي بالك إن إيه الدعاء طالما إنه لم يصل إلى حد التعدي والظلم والإعراض عن الدعاء، اللي هو يعجل أن يعجل أن يترك الدعاء، يقول دعوت كثيرا فلم أجب، ها، طالما ما وصلش لحالة الدعاء بتعدي أو ظلم، ها، الأدعية كلها مجابة، مجابة إما في الدنيا بنفس الشيء الذي طلبته، أو في الدنيا بصرف سوء عنك، ها، أو في الدنيا بأن يأتيك بما هو خير لك أفضل مما دعوت، خلاص، ومناسب لك، خلاص، أو يدخرها لك الدعوة في الآخرة، وده أفضل حاجة. وده قول الإمام الشافعي، يعني أظن ده قول الإمام الشافعي، أنه إيه يتمنى المؤمن ألا يكون قد أجيب له دعوة في الدنيا، لما يرى من فضل ادخار الدعاء في الآخرة، سيما لمن ظن به الجميل. أنا عند ظن عبدي بي، فليظن عبدي بي ما شاء، فحسن ظنك به لوجود معاملته معك من إسباغ النعم وشمول الفضل والكرم. الله، لو ما حسنتش ظنك بسبب اتصافه بصفات الكمال والجمال والجلال، ها، فحسن ظنك به لوجود معاملته معك، انه بيعاملك سبحانه وتعالى من إسباغ النعم وشمول الفضل والكرم، نعم سابغة لا تحصى، ها، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ها، وايضا شمول الفضل، فضل شامل، ها، وشمول الكرم، ماشي. فهل عودك الا حسنا، وهل اسدى اليك الا مننا، اي نعما، عودك الاحسان اليك سبحانه وتعالى، ماكل، مشرب، مطعم، مسكن، ها، ستر، ها، وما الى ذلك. وهو اسدى اليك، وهل اسدى اليك الا مننا، اي نعما. اشار بذلك الى ان الناس في حسن الظن على قسمين، خاصه وعامه. فالخاصه تحسن الظن به لما هو عليه من النعوت السميه والصفات العليه، والعامه حسن الظن به لما هم فيه من سبوغ النعم وشمول الفضل والكرم، والتفاوت بين المقامين ظاهر، ان ده مع النعمه وده مع المنعم. الاول مع المنعم لانه ايه نظر الى صفاته سبحانه وتعالى، والثاني مع النعمه، والذي مع النعمه ليس كالذي مع المنعم، بل الذي مع المنعم ارقى بكثير. فكانه قال: ينبغي لك ايها المريد ان تحسن ظنك به مطلقا في ايصال المنافع ودفع المضار وعدم الالتفات الى غيره، فان لم تقدر على حسن الظن الذي هو مقام الخاصه فتلبس بمقام العامه. فكانه قال: ينبغي لك ايها المريد، اي السالك الى الله تعالى، ان تحسن ظنك به مطلقا في ايصال المنافع ودفع المضار وعدم الالتفات الى غيره سبحانه وتعالى، فان لم تقدر على حسن الظن الذي هو مقام الخاصه، بانك ناظر الى ايه صفاته السميه العليه المقدسه، ها، بانه كله جميل سبحانه وتعالى، فتلبس بمقام العامه، اي ايه اشكر على النعم، ها، وقل يا ربي هذا ما عودتني عليه من عادتك في الاحسان الي. وحسن الظن به لوصفه ينتج لك محبته وصحة الاعتماد والتوكل عليه. الله، وحسن الظن به لوجود معاملته معك ينتج لك شكر نعمته والتشوف لورود فضله ورحمته. وحسن الظن به لوصفه أي صفاته
ينتج لك محبته. انك انت مع صفات الله تعالى، خلاص متعلق بها بالصفات، مش مع النعمة، ماشي. ينتج لك محبته سبحانه وتعالى وصحة الاعتماد والتوكل عليه. اما انت هتحسن الظن بوصفه، ها، هيحصل عندك ايه؟ صحة الاعتماد عليه، خلاص انا اعتمادي على الله، خلاص، وانك متوكل عليه. وحسن الظن به لوجود معاملته معك، اللي هو وصول الإحسان، إحسانه إليك، ينتج لك شكر نعمته، إنك تشكر نعمته، والتشوف لورود فضله ورحمته. تشوف أي تطلع، تتطلع إلى أن يزيدك من نعمه ومن فضله ورحمته، كما هو عادته مع خلقه سبحانه وتعالى. في أسئلة أولاد؟ طيب. والعجب كل العجب ممن يهرب ممن لا انفكاك له عنه ويطلب ما لا بقاء له معه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله. العجب كل العجب ممن يهرب ممن لا انفكاك له عنه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ها، رفعت الأقلام وجفت الصحف، الأمر مقضية. العجب كل العجب ممن يهرب ممن لا انفكاك له عنه، ما فيش انفكاك ليك عن ربنا، لازم لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. ويطلب ما لا بقاء له معه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال الشارح رضي الله عنهم أجمعين: العجب كل العجب ممن يهرب ممن لا انفكاك له عنه، وهو الله سبحانه وتعالى. أنت مش منفك عن الله تعالى ولا تستغنى عنه قيد شعرة ولا لحظة، بأن لا يفعل ما يقربه إليه. بتهرب من إيه؟ من الطاعات، بأن لا يفعل ما يقربه إليه سبحانه وتعالى. ويطلب ما لا بقاء له معه، وهو الدنيا وكل شيء سوى المولى. السوى أعم من الدنيا، بأن يقبل على شهواته ويتبع هواه. فما تفرش من الله، إنما فر إلى الله. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. فر إلى الله ولا تفر من الله. ما تفرش لله من أجل الدنيا التي غرزت فيك، والتي هي مرتبطة بشهواتك وهواك، ماشي؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي إن ذلك ناشئ عن عمى قلب، عن عمى قلبه، ووجود جهله بربه، جاهل بربه، لأنه استبدل الذي هو أدنى اللي هي الدنيا بالذي هو خير اللي هو الآخرة ورضا الله تعالى، وآثر الفاني الذي لا بقاء له وهي الدنيا على الباقي الذي لا انفكاك له عنه والآخرة. ولو كانت له بصيرة لعكس الأمر. طلب الله تعالى، ها، فمن طلب الله تعالى حصل كل شيء، ومن طلب غير الله تعالى فقد كل شيء. لا ترحل من الكون، من كون إلى كون، فتكون كحمار الرحى يسير، والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه. ولكن ارحل عن الأكوان إلى المكون، وإن إلى ربك المنتهى، إلى قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فافهم قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى ما هاجر إليه، وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم. لا ترحل من كون إلى كون، فتكون كحمار الرحى
إنما ارحل إلى المكون سبحانه وتعالى، اجعل رحيلك إلى الله تعالى ليس إلى مخلوق أو شهوة أو دنيا. من الشهوات كتير، ما ترحلش من شهوة لشهوة ولا من دنيا لدنيا، إنما ارحل من الدنيا إلى الله ومن الشهوة إلى الله تعالى. لا ترحل من كون إلى كون، أي من مكون إلى مكون آخر، فتكون كحمار الرحى يسير والمكان الذي إنما ارحل إلى المكون سبحانه وتعالى، فتكون كحمار الرحى يسير والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه. الرحى لا ساقية، ها، فبيدور فيها الحمار في السقي، فبيبتدي من هنا يدور وبعدين يوصل لنفس المكان الذي ارتحل منه. ماشي. يسير والمكان الذي ارتحل إليه، أي رحل إليه، هو الذي ارتحل منه في الدائرة. ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى. الله. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. من فضل الله تعالى ومنته علي هذا الحديث، شرحت حديث الأعمال بالنيات، ها، شرحته في 100 درس، كل درس ساعة لوحده الحديث ده. دخلت بقى في الأشباه والنظائر واختلاف النيات وتفضيل النفل على الفرض، الفرض على النفل، وإيه، واختران النيات بعضها بعض بين العبادة والعادة ودرجات ومراتب العبادات وما إلى ذلك. لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه، يوصل نفس المكان اللي كان مشي منه. ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون، وأن إلى ربك المنتهى. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فكانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر له. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية، ها، وقصدا، ها، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا، ها، وأجرا من الله تعالى. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، هجرة الأمر من أمور الدنيا، فهجرته إلى ما هاجر إليه. اللهم صل على سيدنا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، تلذذا بذكر الله ورسوله في الإجابة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، تلذذا بذكر الله ورسوله في الإجابة. الإجابة اللي هي فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تحقيرا، ما قالش فهجرته إلى إيه؟ إلى امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها، فلتحقير شأن المرأة التي يتزوجها، التي هاجر من أجلها، من أجلها، شأن الدنيا التي هاجر من أجلها، أنه لم يذكرها في الإجابة، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. ماشي. فافهم قوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هاجر إليه، وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم. الله الله. ثم قال: لا ترحل من كون إلى كون، يعني أن العمل المصاحب للمريد، أن العمل المصاحب للرياء ونحوه مذموم، غير معتد به شرعا. فإذا جاهد المريد نفسه حتى خلص من ذلك، ولكن قصد به الجزاء والدرجات أو نيل الرتب العالية والمقامات، لم يزل مذموما أيضا عند العارفين، والمحمود أن يقصد به وجه الله تعالى، إنه هو إيه؟ العمل بالنيات. ثم قال: لا ترحل من كون إلى كون، يعني أن العمل المصاحب للمريد، بل العمل المصاحب للرياء، العمل المصاحب للرياء حرام. وقد يكون رياء، أي بيعمل من أجل الناس، من أجل الناس. واحد قاعد يبعت لي على النت، على الواتساب، يقول إيه؟ واحد بيصلي من أجل الناس فقط،
فهل ده كافر مرتد يعني؟ قلت له، سألته سؤال، قلت له هل هو بيقصد العبادة لله تعالى؟ قال لي اه، في الآخر، في الآخر بعد ما تعبني قال نعم، هو بينوي الصلاة لله تعالى والركوع لله تعالى وكل حاجة، إلا أنه بيرائي الناس، وما يصلي لوحده ها ما بيصليش أما يكون لوحده ولا حاجة، مش كافر طبعا. ها الكافر أن يجحد ما دخل به الإسلام، خلاص ينكر الصلاة، أقول له خلاص ده كافر مرتد عن الإسلام. أما ده كفر عامل، إن هو ترك الصلاة بعد شوية، لكن هو بيخلص، أيوه بيخلص، يبقى في ربنا عنده ومقتنع الأشياء دي ومؤمن بيه. لا ترحل من كون لكون يعني أن العمل المصاحب للرياء ونحوه مذموم، أيوه اللي عامل فيه رياء باطل. لو كان الرياء في أصل العمل يبطل، يعني هو بينوي بيرائي بأنه بيصلي بالناس رياء مثلا، لكن ده هو ما كبر قال الله أكبر وينوي الإخلاص لله تعالى بأداء فرض ما افترض الله عليه، قد يعرض له الرياء أثناء العمل فلا يبطله. الرياء إذا كان في أصل العمل عند النية، ده ما فيش صلاة منعقدة، بيصلي من أجل الناس محضا، مش ملتفت إلى الفرضية ولا إلى الله تعالى ولا استحضار شيء، ده أقول لك لا، ده ملوش، لا ما لا ليس له أجر، بل آثم وصلاته غير مقبولة ومردودة عليه، ويجب عليه إعادتها بنية سليمة. أما لو هو يبقى اللي بيصلي من محضا عند الإحرام، عند الإحرام بالصلاة أو عند بداية العبادة 100% هو بيراقي الناس، مش مراعي ربنا ولا مستحضر نية العبادة خالص، ده لا تنعقد صلاته. أما لو هو صلى وكان عنده النية دي خلاص صلاته انعقدت ومقبولة إن شاء الله تعالى، فإذا عرض له الرياء اللي فيه إثم ها ينقص من أجر الصلاة لكن لا يبطلها. قال انا هحسن صوتي من اجل الناس عشان يقولوا ان انا صيت وصوتي جميل، اقول له اه ده باطل، ورياء كمان تأثم بيه لانك انت بتعامل ربنا. خلاص يعني ان العمل المصاحب للرياء ونحوه مذموم، يبقى اه مذموم غير معتد به شرعا، قلنا لازم تقسيم، لو كان على اصل العمل يبقى غير معتد به شرعا يبقى لا صلاة له، لكن لو أراد عرض له الرياء بعد ما هو أحرم بالصلاة أثناء العبادة لا يضر في صحة العبادة، إنما يكون يأخذ إثم، خلاص ها مذموم بمعنى يأخذ إثم غير معتد به شرعا. فإذا جاهد المريد نفسه حتى خلص من ذلك أي من الرياء ها، ولكن قصد به الجزاء والدرجات، هو قصد ايه؟ هعمل كده لله تعالى عشان انا عايز الدرجات العليا وادخل الجنه. اه ده مع الجنه، والجنه مخلوقه اصلا. او نيل الرتب العليه عشان ينال رتبه عاليه عند الله تعالى وعند الخلق لا مانع. والمقامات ها لم يزل مذموما ايضا عند العارفين، لكن عند السالكين والمريدين مش مذموم. هو الواحد لما يطلب الجنه يبقى مذموم؟ ها او عايز ينجي نفسه من عذاب النار يبقى مذموم؟ لا ما بقاش مذموم، ده عند ايه؟ السالكين والمريدين. اما عند العارفين والواصلين لا مذموم، لان العارف والواصل يكون ايه مراده؟ ان يقصد به وجه الله تعالى، اه السمع والطاعه لله تعالى، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا عليك المصير. استحضر الايه دي دايما وانت شغاله في اعمالك في عباداتك، ها سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك لما تيجي بتبتدي الطواف بتقول إيه؟ اللهم إيمانا، بسم الله الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لملة نبيك صلى الله عليه وسلم واقتداء بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اه بتخلص النية خالص اهو. خلاص عشان تبقى ايه؟ يبقى المحمود ان يقصد به وجه الله تعالى، ودي ايه؟ صفة العارفين والواصلين. ثم شبه المصنف الرحيل
من كون إلى كون بقوله فتكون كحمار الرحى أي الطاحون الطاحونة أو الساقية. يسير والمكان الذي ارتحل منه هو الذي ارتحل ويسير والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه. دير بيدور فبيجي في نفس المكان اللي ايه ارتحل منه. وكذلك العمل لطلب الجزاء فيه رحيل من الكون وكذلك العمل لطلب الجزاء فيه رحيل من كون وهو الرياء ونحوه إلى كون وهو ما ذكر الثواب يعني من طلب الجزاء. وسببه بقايا النفوس فتطلب بعملها رتبة عند الله تعالى. وكل ذلك من الأكوان، والأكوان كلها متساوية في كونها أغيارا، بخلاف ما تطلب الله تعالى يبقى طلبت إيه الباقي سبحانه وتعالى، وطلبت السوى يبقى إيه أنت لست مع السوى بل أنت مع إيه الله تعالى. فتطلب بعملها رتبة عند الله تعالى، يبقى لاحظت الرتبة عند الله تعالى، ما لاحظتش إيه إرضاء الرب بقوله سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. خلاص. وكل ذلك من الأكوان، ما هي الأكوان بمعنى المكونات، كلمة الأكوان أي المكونات، فالجنة مكونة مخلوق وهكذا. والأكوان كلها متساوية في كونها أغيارا، إنها سوى الله تعالى، إن الأكوان كلها سوى الله تعالى وأغيار أي غير الله تعالى، فالغير والسوى بمعنى واحد. ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون بأن تخلص عملك لمولاك الله، لمولاك وحده دون حظ عاجل أو آجل. فمن عمل لأجل الدرجات أو المقامات فهو عبد لها، ومن عمل لله تعالى فهو عبد لله تعالى، وهو راحل من الأكوان إلى المكون. ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون سبحانه وتعالى بأن تخلص عملك لمولاك لله، خلاص لله لمولاك وحده دون حظ عاجل أي في الدنيا أو آجل أي في الآخرة من دخول الجنة ولا حاجة، مش عايزين. ودي الرتبة العالية، هتدخل الجنة تدخل الجنة، طب ما تطلب حاجة بقى تانية وهي رضا الله تعالى ومراعاته وإيه مراقبته سبحانه وتعالى. فمن عمل لأجل الدرجات أو المقامات فهو عبد لها، مش للدرجات يعني. لكن لا إيه ده معظم السالكين والمريدين كده بيعمل من أجل الدرجات والقرب من بل القرب من الله تعالى، لو القرب من الله تعالى يبقى ده بيعمل لله، ما بيعملش من أجل الدرجات، يا رب أنا بعمل كده عشان أخش الجنة، رب أنا دي ده المقصود إيه الدرجات أو المقامات فهو عبد لها. ده عند إيه السالكين، بل عند الايه الكمل ها والواصلين ها والعارفين ايه اللي بيعمل من اجل الدرجه والمقام عند الله تعالى، برضو ده ايه الدرجه والمقام بتاعتك مخلوقه عند الله تعالى، ها فتبقى انت كانك بتعبد الدرجه والمقام عند الله تعالى، ها فهو عبد له. ويذكرني ذلك بحديث بيرد في ذهني دلوقتي وعايز لكن الحمد لله اذكره، يعني تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، ها تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، ها وإذا شك فما انتقش. إن همه كله عايز يحصل الدينار ويحصل الدرهم ويحصل الخميصة ويحصل إيه القطيفة. تعس وانتكس يعني مخلوع على وجهه، خلاص بمعنى هنا العبودية الانشغال التام عن الله تعالى بهذه الأشياء. تعس وانتكس يعني قلب على وجهي، واذا شيك وان شيك واذا شيك فلا انتقش، يعني من كمال شغله وانشغاله بالقميصة والقطيفة والدينار والدرهم، انه لو دخلت في ايده شوكة ها ما بيجيبش المنقاش اللي هو المنقاط ويخرجها لكمال انشغاله. ده عنده انشغال تام بالدنيا ده. ها سئل احد الصوفية كان يقول ايه بيخطب خطبة
فبيقول انكم لا تعبدون الا كلبا او خنزيرا. الناس هامت اهجت عليه. فالحديث ده يذكر الناس بتعبد الاشياء دي، والكلب والخنزير يتمثلان في ايه؟ شهوة النفس وشهوة البطن وشهوة الغضب. انتوا بتعبدوا، فانت بتطيع غضبك يبقى انت عابد ليه، بتطيع شهوة بطنك يبقى انت عابد ليه. لكن اصلا المؤمن ما بقاش كده. يعني في ناس بتبقى عندها اسراف في هذا المعنى، ان بالفعل كل حاجة عنده شهوة بطنه وشهوة فرجه، ما يهتمش باي حاجة تانية، ولا عبادة ولا طاعة ولا بتاع. ده دول والعياذ بالله تعالى بعيدين عن الله تعالى تماما، مطموس على قلوبهم خلاص. لكن انت بتاخذ حظك من الدنيا، وتعرف انه لن ياتيك الا ما قسم الله لك، تبقى انت كده سالك مظبوط على الحد الادنى. الحد الاكمل بقى انك بتنظر الى الله في كل حاجه. اللهم اطعمني يا رب، وبعدين تروح تشتري طعام. اللهم اسقني يا رب، بتروح تشتري شراب وتشرب. ها اللهم اشفني يا رب، وتروح تشتري الدواء. يبقى انت توجهت الى الله اولا، وده درجه تربيه حلوه، انك انت تتجه الى الله اولا. الله تزوجني يا رب. امين يا رب. ياتي ياتي به المولى عز وجل. ولكن ارتحل من الاكوان الى المكون، بان تخلص عملك لمولاك، لمولاك وحده، دون حظ عاجل اي في الدنيا او اجل في الاخره. يعني لا ترجو الجنه والنار، انت بترجو ايه؟ رضا الله تعالى بطاعته خلاص. فمن عمل لأجل الدرجات أو المقامات فهو عبد لها، لكن ما بقاش للدرجات يعني. ومن عمل لله فهو عبد الله، فهو عبد لله. وهو راحل من الأكوان إلى المكون، ده راحل من الأكوان إلى المكون. وأن إلى ربك المنتهى، أي فقد انتهى سيره إلى الله تعالى. الله الله الله. إذا قصدت الله فيكون انتهاء سيرك إلى الله تعالى، وصار متحققا بمعنى هذه الآية. بخلاف المرتحل من كون إلى كون، فإنه غير منته له، مش هينتهي للكون الثاني، لأن الكون الثاني مخلوق ويفنى، ولا واصل إليه. الله. اللهم صل على سيدنا محمد. وانظر الى قوله صلى الله عليه وسلم، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، اي بالقصد والنيه زي ما انا قلت، فهجرته الى الله ورسوله في الواقع ونفس الامر، ها، اي اجرا وثوابا، فهي محموده معتد بها. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها، فهجرته الى ما هاجر اليه. فافهم قوله عليه الصلاة والسلام، وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم، يعني إن كان في هذا الحديث تنبيها على المعنى المذكور. قال لا تقصد إلا الله، توجه بس بنيتك إلى ربنا كده. وموضع الاعتبار اللي هو فافهم، أي اعتبر. وموضع الاعتبار، في موضع الاعتبار والتأمل إشارة إلى كلمة فافهم، ذا إن كنت ذا فهم، ها، لأن الفهم ينتج عنه الاعتبار والتأمل. وموضع الاعتبار والتأمل هو الشق الثاني، أعني فهجرته إلى ما هاجر إليه، فإن معناه أنه لا نصيب له من الوصول والقرب إلى الذي حظى به من هاجر إلى الله ورسوله. وهنا في قصة تذكر في الحديث، إن ورد وإن كان بإسناد ضعيف، إن في رجل اسمه مهاجر أم قيس. مهاجر أم قيس ده هاجر ليتزوج امرأة بالمدينة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليتزوج المرأة، ها، فإيه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أشار فإن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. وكأنه صلى الله عليه وسلم نبه بالدنيا والمرأة على حظوظ النفس بالوقوف معها كائنة ما كانت. الله الله. فقوله فهجرته إلى الله ورسوله هو معنى الارتحال من الأكوان إلى المكون، الذي هو مطلوب من العبد، وهو مصرح به، وقوله فهجرته إلى ما هاجر إليه هو البقاء مع الأكوان والتنقل فيها، وهو مشار به غير مصرح. قلنا ما كررش
ايه هجرته الى ما هاجر ما قالتش ايه ما خد فهجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها او يتزوجها، ما كررهاش تقليلا لشان الزواج. انا عايز اتزوج يا رب عشان اطيعك واكتمل في طاعتك واتفرغ لطاعتك، ولو انت بتتحايل ولو انت بتتحايل على نفسك حتى، ما انت هتنشغل بزوجه بعد كده. تاني، وموضع الاعتبار والتأمل هو الشق الثاني، أعني فهجرته إلى ما هاجر إليه، فإن معناه أنه لا نصيب له من الوصول والقرب الذي حظي به من هاجر إلى الله ورسوله. وكأنه صلى الله عليه وسلم نبه بالدنيا والمرأة على حظوظ النفس كلها، كل حظوظ النفس. الله الله. بالوقوف معها، انه وقف عند حظوظ النفس فقط، ما تعدهاش الى ايه الله تعالى سبحانه، كائنة ما كانت. فقوله فهجرته الى الله ورسوله هو معنى الارتحال من الاكوان الى المكون الذي هو المطلوب من العبد، وهو مصرح به فهجرته الى الله ورسوله كررها يعني. وقوله فهجرته الى ما هاجر اليه هو البقاء مع الاكوان والانتقال من كون الى كون، ها، والتنقل فيها أي في الأكوان، وهو مشار به غير مصرح وهو مشار به غير مصرح وقلنا أن ذلك لتحقير شأن الهجرة من أجل المرأة والتوجه بالنية للمرأة أو للدنيا عموما. نتكلم عن الصحبة بعد كده. قال لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. لا تصحب من لا ينهضك حاله، حاله يبعثك إلى الطاعات، ولا يدلك على الله مقاله، ما بيتكلمش عن ربنا ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الدين، قاعد يتكلم يرغي في الدنيا خلاص، ده فلان تخين وفلان رفيع وفلان كذا وفلان كذا والحاجة غليت، ايش المهم انك تاكل وتشرب وتطعم، ها، فلا تكون كالبهائم، انما ايه اشكر الله تعالى وانتهض بحالك، ولا تصاحب من يقعد طول النهار الليل يتكلم ده الزيت غالي ده مش عارف ايه ده مالكش دعوه بيه، ده ما تصحبوش اصلا، وانتم الحمد لله اهل خير وصحبه طيبه. امين يا رب العالمين. لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. ولما كان حاصل ما تقدم، ها، طلب رفع الهمه عن الخلق وتعلقها بالملك الحق، وأبلغ ما يوصل إليه هذه المرتبة صحبة العارفين بالله تعالى، أمر بها ضمن قوله لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. تاني بس الحتة دي، ولما كان حاصل ما تقدم من الحكم طلب رفع الهمة عن الخلق، ارفع همتك عن الخلق خلاص، واطلب ان تتعلق همتك بالملك الحق، رفع الهمة عن الخلق وتتعلق همتك بالملك الحق. وأبلغ ما يوصل إلى هذه المرتبة صحبة العارفين بالله تعالى، والسالكين أيضا، كلنا سالكين كده محبين لبعض، ها، وسالكين إلى الله تعالى ونتواصل بالصبر ونتواصل بالحق. أمر بها ضمن قوله لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله، بأن لا يكون حاله وهمته متعلقة بالله، بل متعلقة بغير الله، بالغير أو السوى. ومقاله لا يدل عليه، أي لا يدل على الله، وإن كان من العباد والزهاد، فصحبته منهي عنها، عابد وزاهد لكن بيرغي كتير ويتكلم فيما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ها، ضع ما يريبك إلى ما لا يريبك،
بخلاف صحبة من ينهضك حاله ويدلك على الله مقال. ينهضك حاله ذاكر لله، بيقرأ قرآن، بيشتغل في عبادات الله، بيقيم السنن وما إلى ذلك، ويدلك على الله مقاله. أما تشوفه كده اجعلك رؤيته تجعلك تذكر الله، تقول الله الوجه ده صبيح منير مريح، ها، بأن تكون همته متعلقة بالله مرتفعة عن المخلوقين. ظهرت الايه الهمة القلبية دي اللي هي نيته، ها، وتوجهه انه متعلق بالله، فتظهر عليه هذه الاثار على سمته ووجهه، ها وهمته تبقى مرتفعه عن المخلوقين. لا يلجأ في حوائجه الا الى الله تعالى، ولا يتوكل في اموره الا عليه سبحانه وتعالى. قد سقط الناس من عينه فلا يرى منهم ضرا ولا نفعا، وسقطت نفسه من عينه فلا يشاهد لها فعلا ولا يقضي لها حظا، ويكون في جميع أعماله جاريا على مقتضى الشرع من غير إفراط ولا تفريط. وهذه صفات العارفين بالله تعالى، فصحبة من هذه حاله وإن قلت عبادته ونوافله مأمور بها للمريد، لأنها حالية لكل فائدة، لأنها جالبة لكل فائدة دينية ودنيوية، إذ الطبع يسرق من الطبع، بخلاف من لم يكن على هذا الوصف وكان شأنه المعاملة الظاهرة لا غير، فلا فائدة في صحبته. ولما كان حاصل ما تقدم طلب رفع الهمة عن الخلق، ان يكونش همتك وتوجه نيتك الى الخلق وتعلقها، اي نيتك وهمتك تتعلق بالملك الحق، وابلغ ما يوصل الى هذه المرتبة صحبة العارفين بالله تعالى. امر بها الشيخ ضمن قوله لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقال، بان لا يكون حاله وهمته متعلقة بالله تعالى. يبقى مع انهضاض الحال الغير متعلق بالله تعالى ده، لا، الغير متعلق، ها، حاله لا ينهض، لانه بينزلك، ها، يكلمك في المباحات، النظر اليه ما تحسش بنور، ما تحسش بارتياح، ها. وبعدين ومقاله لا يدل عليه، مقال لا يدل على، ها، انه يريد ان يصل الى الله تعالى، وان الله مقصود الكل، وإن كان من العباد والزهاد، ولو كان عبد زاهد، يا الله، ده بينظروا بنور الله. تلاقي واحد عايش في المسجد 70 سنة وما زال لسانه يلج فيما ليس له فيه، بل يغتاب الناس وينم، رغم أنه عابد أهو زاهد، مواظب على الفرض في المسجد كله، وبيصلي النوافل وبيصوم نافل وكل، إلا إن حاله ده ينهضك، بخلاف واحد ساكت كده وبيقلق وعنده نوافل قليلة، إلا أن قلبه معلق بالله تعالى وبيتحرف نفسه ويعالج نفسه، ها، من الأمراض والأوبئة والأدواء، ها، حتى ينجو. خلاص، فصحبته في الصورة دي، ها، اللي هو الذي لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله ولا يدله يدلك على الله مقاله، بيتكلم في الرغي كتير وما بيتكلمش ايه تعالى نذكر، تعالى نصلي، تعالى كذا، لا. طيب، ومقاله لا يدل عليه وان كان من العباد والزهاد، ولو كان ايه من العباد والزهاد، فصحبته منهي عنها، بخلاف صحبة من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله، بأن تكون همته متعلقة بالله مرتفعة عن المخلوقين. بأن تكون همته متعلقة بالله مرتفعة عن المخلوقين. لا يلجأ في حوائجه إلا الله تعالى، إلا إلى الله تعالى. يتوجه لله تعالى في قضاء حوائجه. ولا يتوكل في أموره إلا عليه سبحانه وتعالى. الأعمال القلبية دي لما أنت تستحضر التوكل وتستحضر السؤال عن الله تعالى بتظهر على وجهك، فيرتاح إليك الناس. خلاص،
براحة بنور بطمأنينة للناس إليك نتيجة توجهك الصادق، ها صدق التوجه إلى الله تعالى اللي هو التصوف، صدق التوجه إلى الله تعالى. قد سقط الناس من عينه فلا يرى منهم ضرا ولا نفعا، يعلم أن الضار والنفع على الحقيقة، ولا ضار ولا نافع إلا الله تعالى، وأن الناس لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وسقطت نفسه من عينه، أربع أشياء حلوين، فلا يشاهد لها فعلا ولا يقضي لها حظا. أي شيء تطلب الناس يعكسها، خالف النفس والشيطان وعصمها، وإنهما محضك النصح فاتهمي. وسقطت نفسه من عيني فلا يشاهد لها فعلا ولا يقضي لها حظا، ويكون في جميع أعماله جاريا على مقتضى الشرع، مراعي للشرع، مراقب لله تعالى، من غير إفراط ولا تفريط. تقديم الأولويات، تقديم الأولويات، فيقدم الفرض على النفل، ومراتب الفرائض على مراتب الفرائض، ويقدم النفل مثلا المؤكد على النفل غير المؤكد، ويكون عنده فقه، أهم حاجة يكون إيه؟ ماشي جاري على مقتضى الشرع. من الحاجات العجيبة اللي ماشي على مقتضى الشرع دي، أنت بتصلي في الصلاة فاضل مثلا 10 دقايق واخرج الوقت، وجدت واحد سقط في بئر، ها، وبيستغيث وما بيعرفش يعوم، اترك الصلاة وانقذ الراجل، ها. فالإنسان مقدم على العبادات وعلى البنيان، وإذا استمرت في عبادتك قد تأثم، خلاص. لكن اترك، رغم انها تصليها بعد كده قضاء ويبقى خرج وقتها، اقول لك لا، اترك وانقذ الايه الغريق ده، ها. مثال اخر لذلك الفقه الدقيق، واحد دخل عرفة قبل أذان الفجر، واحد قدامه 5 دقائق، هل يصلي العشاء ولا يدخل عرفة عشان ينال يلحق الحج؟ الحج عرفة، وميقات الوقوف عرفة من صلاة الظهر إلى فجر اليوم التالي، فإذا أذن الفجر لا وقوف بعرفة، فهو قدامه هو مخير بين أن يقف بعرفة أو يصلي العشاء. أقول له وقف بعرفة وبقدر العشاء، ليه؟ تدرك الفرض، تدرك الايه الوقوف بعرفه، خلاص. الفقه جميل هنا. قال ويكون في جميع اعماله جريا على مقتضى الشرع من غير افراط ولا تفريط، عدم ان انا التزم ميزان الشرع، خلاص. وهذه صفات العارفين بالله تعالى، فصحبة من هذه حاله، ها، وان قلت عبادته ونوافله زي العلماء الأكابر كلهم، تجده عادي خالص، يعني لا بيصلي نوافل كتير ولا حاجة، إلا أنهم دول هم الأولياء، ودول هم العارفين بالله تعالى. فصحبة من هذه حاله، وإن قلت عبادته ونوافله مأمور بها للمريد، لأنها جالبة لكل فائدة دنيوية، لكل فائدة دينية ودنيوية. إذ الطبع يسرق من الطبع، اللي هي قاعدة الطبع سراق، ها. أما أنا تلاقي واحد مثلا بيجلس مع ناس لسانهم بيقول كلمات قبيحة، يتعلم منهم الكلمات القبيحة ويسرق الطبع ده، فيبتدي هو يقول بدون ما يدري، ها. وهكذا الطبع يسرق الأخلاق الرديئة مع الأخلاق الرديئة، وطبع الأخلاق السنية برضه يسرق. واحد بيقرأ قرآن كتير وكان لسانه فيه انحراف، ها، وبزاءة، تلاقي مع قراءة القرآن كتير ومصاحبة أهل الخير الأمر ده امتنع لوحده. الطبع سراق، أي يسرق بعضه من بعض، بخلاف من لم يكن على هذا الوصف وكان شأنه المعاملة الظاهرة لا غير، فلا فائدة في صحبته. المعاملة الظاهرة ولو لله تعالى، إلا أنه فيه خير، أنه بيعمل طاعات الله تعالى. طيب، شوف صفات الكمل هتقول ايه. طيب، ان تكون همته متعلقة بالله تعالى، هذه اول واحد، مرتفعة عن المخلوقين.
لا يلجأ في حوائجه إلا إلى الله تعالى، نمرة 2، ولا يتوكل في أموره إلا عليه سبحانه وتعالى، 3، قد سقط الناس من عينه، 4، فلا يرى منهم ضرا ولا نفعا، 5، وسقطت نفسه من عينه فلا يشاهد لها فعلا ولا يقضي لها حظا، 6، ويكون في جميع أعماله جاريا على مقتضى الشرع من غير إفراط ولا تفريط. دول الست صفات اللي هي صفات العارفين بالله تعالى، فصحبة من هذه حاله، وإن قلت في الزمان أو قلت في المكان، وإن قلت عبادته ونوافله، أي اللي حالها كده الست صفات دول، مأمور بها للمريد، فإنها جالبة لكل فائدة دينية ودنيوية، إذ الطبع يسرق من الطبع بخلاف من لم يكن على هذا الوصف، وكان شأنه المعاملة الظاهرة لا غير، فلا فائدة في صحبته. أنت بتحس كده يعني، أما تلاقي واحد تطمئن إليه بتحس، قيسه بقى، هل في الصفات دي ولا لأ؟ لقيته بيرغي كتير مع الناس وبيتكلم فيما لا يعنيه، ها؟ يبقى دعك منه، شوف واحد تاني. ودول غالبا اهل المساجد واهل الطلب اللي مع بعض، بيبقوا ايه، سالكين مع بعض، مريدين كلهم، محبين لله ورسوله وما الى ذلك، ولا يقصدون الا الله، وفي اهل المساجد برضه معظمهم كده. طيب، ربما كنت مسيئا فاراك الاحسان منك، فاراك الاحسان منك صحبتك من هو اسوأ حالا منك. ونجعل هذا المرة القادمة، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. في أسئلة يا أولاد؟ ها؟ أيوه. أعطاني مولانا عن الجنة، هل الجنة التي سكن فيها آدم يعني هي الجنة التي سندخلها المسلمون؟ هذا اختلاف كبير بين العلماء، فمنهم من قال هي الجنة دي، إلا أنه كان لم يقرر لها الخلود في الوقت ده، وهذا قول قوي. هي جنة بس مش جنة الخلد، كانت ساعتها لما دخلها آدم ما كانتش جنة الخلد، ولذلك أخرج منها. ومنهم من قال لا دي جنة تانية، لكن الأفضل أنه إذا لأنها إذا الأفضل القول بأنها هي الجنة دي اللي هي أصبحت بعد كده جنة الخلد التي سيدخلها المسلمون فيما بعد ذلك والمؤمنون، إلا أنها كانت في وقت ما دخلها آدم ليست جنة الخلد. ويستدل لذلك بشيء من اللغة، وهو إيه؟ أن الجنة إذا أطلقت بالألف واللام هي المعهودة، الجنة المعهودة اللي هي إيه؟ يخلد فيها المؤمنين، ها؟ تلاقي اسكن الجنة، طب وبعد كده؟ ها؟ وعد المؤمنين الجنة، فهي هي الألف واللام بتدل على أن الشيء المعهود أي الجنة هي شيء واحد، هي نفس الجنة، إلا أنها وقت ما دخلها آدم لم يكن فيها تأبيد الخلود، وبعدين من بعد كده أما ربنا خلق الدنيا وأخرج آدم منها تبقى دار خلود. ده اللي في ذهني يعني. في إيه تاني؟ نعم حبيبي. المحبين يساوي مقام السالكين؟ لا، المحب ده أعلى الدرجات، الرضا والمحبة دي أعلى الدرجات، ها؟ ولذلك بقول لك من العبارات اللي ممكن تقولها لنفسك، يا ربي أنا بحبك يا رب، يا رب ماليش غيرك يا رب، يا رب أنا عبدك الفقير المسكين، ها؟ يبقى دي إيه؟ تقربك لله تعالى، دي من أعلى الدرجات إنك أنت تذكر بهذه الألفاظ وتعامل ربك مثل هذه الألفاظ، ها؟ لأن دي هذه مقصود الخشوع، مقصود السلوك أيضا والخشوع، ها؟ إنك تبين عبوديتك وذلك لله تعالى ومسكنتك له وفقرك إليه، هي دي الدرجة العليا في كل شيء. وأيضا الصديقية هي دي، والمحبة هي دي، المحبة والصديقية اختلفوا يعني، بس هما درجة تكاد تكون واحدة، ها؟ الصديق محب دايما، ها؟ لأنه خلص الصديق بمعنى الصدق، وهو لب الإخلاص، أي تخلص من حتى الإخلاص، هو عنده لب الإخلاص صديق،
ماشي، ودي اعلى الدرجات. حاجه تاني، وما هي حقيقه الحب؟ حقيقه الحب، الحب تعرفه الميل القلبي، ان عندك ميل قلبي لهذا عن غيره، خلاص ده اصل الحب كده، حقيقته الميل القلبي، انك عندك ميل في قلبك. ها، لكن بقى الميل ده ممكن ايه، ان هو يوصل لحاله من الخلوص، ان عندك ميل تام بشرط غير ملتفت للغير والسوى، ماشي. فيبقى ده ايه، حقيقه الحب. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ان المراه مع من احب، فبتحب الله تكون مع الله، بتحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما فرحنا بحديث، ها قال انس ما فرحنا بحديث اكثر من حديث ايه الاعرابي، ها ان المراه مع ما من احب. ان جاء اعرابي وقال يا رسول، قالوا يعني اغضض صوتك، فكان يا محمد قال اغضض صوتك فانك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن ذلك، رفع الصوت عليه. فقال لا اغضض، ها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ها ام، يعني انا هنا. فقال المرء يحب القوم ولم يلحق بهم، ولما يلحق بهم. فقال صلى الله عليه وسلم، كان اجابته ايه؟ المرء مع من احب، لم يلحق بهم لا بعمل ولا بطاعه، انما كان بيحب بس. فالمحبه منجيه وايه، ترقب الانسان الى درجات العلا، خلاص. فايه، قال المرء مع من احب. يقول انس فما فرحنا بحديث مثلما فرحنا بهذا الحديث، فانا احب الله ورسوله واحب ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، ده قول سيدنا انس، ها، واني ارجو ان احشر معهم، ان اكون معهم كده ان شاء الله تعالى. فما تحب الرسول صلى الله عليه وسلم تكون مع سيدنا، بس مع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ها، وهو بقى هيعمل لك كل حاجه عليه الصلاه والسلام، ويقربك الى الله تعالى وما الى ذلك. في حاجه ثانيه؟ من قال هو الرضا؟ ما قلنا الرضا والحب مرتبتان متقاربتان، الا ان الحب اعلى. انا ممكن ارضى لكن كاره لما انا فيه، لكن الواصلين دول والواصلين يقولوا ايه، والعارفين، الواصلون والعارفون ايه، يقول ان رضايا، ها، محبتي لله اعلى من الرضا، ان انا برضى باقداري ولو كانت الاقدار لي في حقي سيئه، ها، لاني بحبه، ها، والمحبة أعلى من الرضا، لأن هي اللي بتدخله. أنا في ممكن أكون راضي لكن مش محب، لكن إيه، متألم من هذا. لكن الكمل بيبقى عندهم المحبة أعلى من الرضا، بمعنى إيه؟ إنه لو أحب الله تعالى رضي بكل شيء يأتي من عند الله تعالى، واعتبره كله حسنا. لكن الرضا يحتاج إلى معالجة بصبر قبله، وبعدين رضا، وبعدين محبة، يطلع المحبة بعد كده، ماشي. دي الدرجات يعني العلى. نعم، إذا المحبة أصعب من الرضا، أصعب وأعلى، لأنك أنت إيه، الرضا نتيجة ابتلاء، والابتلاء يحتاج إلى صبر، وبعدين بعد ما تصبر هترضى. وبعد كده ممكن تشكر على الابتلاء، دي درجه اعلى، تشكر على ابتلاء الله تعالى لك. فالمحبه اعلى من الشكر كمان. يا ربي انا بحبك، دي حاجه ثانيه خالص. المرء مع من احب، حاجه ثانيه خالص، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، اعلى الدرجات المحبه. ايش تاني؟ قول، ناقش، كلم. امين واياك. يعني انتوا فاهمين؟ طب انا مش فاهم اصلا. ربنا يفهمنا ويعلمنا يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا، وما اسررنا وما اعلنا، وما اسرفنا، وما انت اعلم به منا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يتقيك فينا ولا يرحمنا. اللهم انا نسالك علما نافعا، وقلبا خاشعا، وعينا دامعه، ونفسا قانعه، ورزقا طيبا مباركا واسعا، ولسانا ذاكرا،
وعملا متقبلا وجسدا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق بيننا وبين حبيبنا ومصطفانا ومجتبانا ومنتخبنا ومنتجبنا ورسولنا وقدوتنا وأسوتنا ومقربنا إليك وسندنا إليك حتى تدخلنا مدخله كما آمنا به ولم نره، واجمع بيننا وبينه في الدنيا والآخرة وفي المنام واليقظة وفي الليل والنهار وفي كل وقت وحين وفي دار كرامتك وفي مستقر رحمتك وفي دوام النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.